أيها الأحباء، فليحب بعضنا بعضا، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود لله وعارف بالله. من لم يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ظهرت محبة الله لنا بأن أرسل ابنه الواحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة. نحن لم نحب الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. Yeah.